وللحديث عن دعوة الغد للتظاهرات ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد الإعلامي والناشط في التظاهرات الأستاذ قصي البغدادي. أستاذ قصي، مرحبا بكم. يعني دعوات للمشاركة يوم غد بتظاهرات يوم الثائرة العراقية، لكن كيف كانت مشاركة المرأة العراقية في التظاهرات منذ انطلاقتها في الأول من تشرين الأول حتى هذه اللحظة؟ تفضل أستاذ قصي. مساء الخير عليكم أخي الكريم وعلى قناتكم ومشاهديكم الكرام. بالنسبة إلى تظاهرات في يوم غد التي ستنطلق، هي تظاهرات المرأة العراقية أو الثائرة العراقية، لكن المرأة آزرت المتظاهر من الشباب والشيوخ والرجال في مختلف الفئات العمرية منذ انطلاق ثورة أكتوبر، وكانت كما يقال بأنها دافع معنوي وأضافت زخم إلى التظاهرات جدا كبير، وأعطت شحنة معنوية ودافع للمتظاهرين أن يمضوا قدما في لكي يحققوا ما أرادوا من تغيير في الواقع العراقي المرير الذي نعيشه منذ 17 عام. فهذه التظاهر التي ستنطلق يوم غد دعا لها الناشطون والناشطات العراقيات لكي يوصلوا رسالة بأن صوت المرأة ليس بعورة، بل صوت المرأة هو ثورة، وضد التسويق الإعلامي المنحط أخلاقيا الذي يحاول أن يصور المرأة العراقية بأنها خرجت من أجل الملذات وخرجت من أجل أمور غير أخلاقية. فنريد أن نوصل رسالة إلى هؤلاء الأصوات النشاز بأن المرأة العراقية هي نصف المجتمع، وهي تشارك الرجل في ثورته ضد الفساد والطائفية والسرقات التي تقوم بها أحزاب السلطة. أستاذ قصي، أيضا هناك دعوات لطلبة العراق لتنظيم تظاهرة يوم غد الأحد تأييدا للثورة. إذا ما تحدثنا عن الطلاب ومشاركتهم في التظاهرات، إلى أي مدى أسهمت بتثبيت فكرة الثورة ككل وبالتالي إنقاذ العراق؟ الطلاب هم ذخيرة العراق كما تعرف أخي الفاضل، فالطلبة كانت لهم وقفات جدا رائعة ومدوية صدحت بها أصواتهم في مختلف المجالات، وتكررت ثورة الطلاب وانتفاضة الطلاب وتأييد الطلاب إلى الشباب المتظاهر في كل أسبوع تقريبا منذ انطلاق ثورة أكتوبر، فأزادوا زخم وبنفس الوقت أداموا، كانوا سببا في ديمومة التظاهرات، لأن كما تعرف بأن آلة القمع تحاول إفشال التظاهرات وتحاول وأد المسيرة لشباب التحرير وبقية المحافظات. أحب أن أنوه على معلومة قبل قليل حينما بدأ التقرير حول القمع تجاه المتظاهرين، هنالك أسلوب جديد يتبعه سياسة العراق وسياسة الأحزاب. هنالك يلبس الميليشيات زي القوات الحكومية، القوات الأمنية كما يسمى، ويقومون بقمع المتظاهرين. والذي حصل في ثورة أو عفوا في انتفاضة وثورة وتظاهرة المحافظات في الأسبوع الماضي، قاموا باعتقال ما يقارب 30 شخص، ولحد الآن هم في عداد المفقودين. وتكلمنا مع أحد الأشخاص الذي نجا منهم بأنهم اعتقلوهم وقاموا بحلق رؤوسهم وقاموا بزجهم في كرفانات لا تستوعب لي 10 أشخاص، وكانت الأعداد مكتظة ومارسوا تجاههم أساليب من القمع والسب والشتم غير أخلاقية وغير إنسانية. فنحن نطالب بالكشف والتحقيق عن مصير هؤلاء المتظاهرين من المحافظات ومن بغداد خصوصا، ونقول أيضا بأن هذه الأساليب لن تثني الشباب الثائر المتظاهر فيما هو قادم ويصبو إليه من تغيير جذري، ولا يقبل بالأمور الترقيعية التي تقوم بها الأحزاب، ولن تكيس آلة القمع التي تقوم بها الأحزاب تجاهها. أستاذ قصي، هذه المليونيات المتتابعة وأيضا التظاهرات المستمرة منذ 6 أشهر، ألا تؤكد أن العراقيين يعني لن يسمحوا أبدا بمسألة تدوير الأحزاب لذات الوجوه مرات أخرى؟ أخي الفاضل، الرسالة جدا واضحة. نعم.
الأحزاب أصبحت الآن هي أكسباية، وقتها قد انتهى وزمانها قد ولى، فلن نقبل بوجوه حكمت العراق وأتت على ظهر الدبابات. هذا كلام واضح، وهذه القناعة، وهذه القناعة أصبحت من الثوابت. ولن نغير مجرى الثورة بأي صورة من وبأي شكل من الأشكال وبأي صورة. التغيير قادم لا محال، يجب أن نغير هذه الوجوه بوجوه جديدة. هذه الوجوه هي من الكفاءات، من ساحات التظاهر، من والحكومة يحددها الشباب المتظاهر. نريد قانون جديد، قانون لا لقانون الأحزاب، نريد قانون انتخابات جديد، نريد حكومة طوارئ، وبعد ذلك نقوم بانتخابات جديدة ونرشح أشخاص هم كفء ليتولوا زمام الأمور في البلاد. أستاذ قصي، يعني ما هي الخطوات المقبلة للمتظاهرين في ظل هذا التعنت الحكومي تجاه المتظاهرين؟ أخي فاضل، الخطوة المستقبلية القادمة هي إذا لم تكون هنالك استجابة للمطالب ستكون هنالك خطوات تصعيدية أقوى من هذه الخطوات التي استخدمت منذ انطلاق الثورة ولحد الآن. سيكون هنالك عصيان مدني، وستكون هنالك اعتصامات مفتوحة، ولدينا أيضا فكرة بأن تكون انطلاق تظاهرة واعتصام أمام بوابات الخضراء وتجمع كل محافظات العراق في المستقبل القريب. لم تكن هنالك استجابة حقيقية. ونحن نعلم بأن الأحزاب تسوف وتماطل لكي تكسب الوقت، لكن رهانهم خاسر، فالخطوة التصعيدية قادمة لا محال. من بغداد الإعلامي والناشط التظاهرات قصي البغدادي، شكرا جزيلا لكم.